صباح اخواننا، راكم مبروك ان شاء الله. ما عرفتش واش لاحظتوا معايا، خصوصا هذا العام الاخر بزاف الاخبار اللي كتهم مجموعه ديال الدول ومجموعه ديال الشركات اللي بداو كيانفيستيو وكيدخلوا للدومين ديال البلوك تشين بصفه عامه، سواء الان اف تي سواء الكريبتو سواء مجموعه ديال التطبيقات البلوك تشين كيهتموا بها دول وشركات. مؤخرا الارجنتين سمحت للمواطنين ديالها يخلصوا الضرائب ديالهم بالكريبتو، ايران سمحت للناس يقوموا بالاستيراد ديال السلع ولا اي حاجه يخلصوا بالكريبتو، شركه ال جي اللي كتعرفوها كاملين غدارت المشروع انها غتكري واليت ديالها وممكن انك تانستالي عندك وشي ديال ال جي. كنشوفوا نايكي اديداس بزاف شركات اللي كيدخلوا بواحد الوتيره اللي هي كبيره. هادشي كامل زوين، هادشي كامل كيعطيك واحد الفكره انه ممكن مستقبل كبير لهذا المجال، ولكن الله يجزيكم بخير. عقل معي مزيان هذه الكلمه هذه، دائما الاخبار خاصك تعتبرهم كانه سم مدسوس في عسل، وسم مدسوس في عسل. سي فري كاينين بزاف ديال الاوبورتونيتي، ولكن ما تحاولش انك تدخل لهم بعشوائيه، ديما تكون ماشي تسمع خبر ولو يكون اللي بغى يكون، ولو مثلا هو المغرب اوتوريزا مثلا لك كريبتو داكو، من بعد واش غير اوتوريزا الكريبتو انت غتدخل هذا المجال بطريقه عشوائيه وتبقى تسري وتبيع بطريقه عشوائيه ودير لا، ديما تسلحوا بالوعي وتسلحوا بالمعلومه. ومن بين المسائل اللي غادي نشاركها معكم مهمه هو كيفاش تقوم باداره المخاطر. ما كيهمنيش انا تختلف الطرق واللي كتخدم بها ما كاينش المشكل، ولكن الحاجه القاعده اللي خصنا نكونوا فاهمين عليها كامل هي الريسك مانجمنت ديالك. خدم باي طريقه، خدم باي حاجه، ما كاينش المشكل، ولكن ريسك مانجمنت وكيفاش تجري الفلوس ديالك هي اهم حاجه. ف مازال بزاف حوايج مصبا يا اخوان غادي نشارك معكم، وغادي نديركم في بال غير نلقاو قصه مناسبه ونكملوا داكشي اللي بدينا قبل ان شاء الله. وتبارك الله عليكم وتهلاو في راسكم يا اخوان عزيزي.